حلو جدا الواحد برضو كده يعرف مصر واصله لفين، علشان ما حدش يتكلم من باب يعني ما يكونش فيه معلومه. بمناسبه هدايا، بس انا عايزه اقول لك ان هدايا انا شفت لها لقاء كانت بتتكلم ان هي اصلا شاركت طبعا زي ما احنا عارفين في اولمبياد ريو، واتعرفت على جوزها هناك، وكانت بتحكي ليه اصلا هي راحت للتايكوندو، لان هي كانت بتتمرن سباحه في نادي الصيد وبتتمرن كمان جمباز، لكن اخوها الكبير كان بطل في التايكوندو، وهي كانت بتروح تحضر معاه تمريناته، وبعد كده بقت تتمرن، حبت اللعبه جدا ولقت نفسها اكتر فيها. فده القصه سريعا يعني عن هدايا، لكن هي اكيد نموذج مشرف جدا للمصريين وللمراه اكيد المصريه كمان. وزي ما احنا عارفين برضو هنتكلم وهنكرر، الانجازات المصريه ما بتنتهيش يعني في كل المجالات. احنا برضو هنعيد تاني، مصر محققه 32 ميداليه في تاريخ الاولمبياد كلها، تحديدا 7 كانوا ذهب و10 فضه 15 برونز، وامبارح زي ما احنا عارفين 2 برونز، فكده اضافه جميله ومحترمه لعدد يعني الميداليات اللي حصل عليها مصر. ولسه للحديث بقيه زي ما بيقولوا، الموضوع لسه ما انتهاش ولا خلص، احنا عايزين برضو نساند الابطال الموجودين هناك، ولازم نكون اكيد داعمين ليهم. وكفايه كمان خلينا نقول يا كريم، بعثه المره دي اكبر بعثه في مصر. هنكرر الكلام ده كتير، لا لازم نكرره، لان هي حاجه اكيد تفرق معانا. احنا بنتكلم في 15 لاعب ولاعيبه زياده عن 2016 لما راحوا، وبتشارك هنا تحديدا بلغه الارقام برضو 135 لاعب ولاعيبه. طب شيل منهم الالعاب الجماعيه، هتلاقي في الاخر انت لو حققت اصلا من 3 مثلا ل5 ميداليات، يعني يبقى الحمد لله جدا برضو. فمش عايزين نقول ان احنا يعني ده اخر حاجه نقدر نوصل لها، لا، ممكن يكون في شغل احنا لسه محتاجينه، ممكن يكون في تقصير في يعني زاويه ما، ولكن احنا الحمد لله بكل او بالوضع اللي احنا شايفينه ده احنا ماشيين كويس جدا.